قناة الجديد مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: أهالي العسكريين يعزلون البقاع ويقطعون طريق دهر البيدر. قطع الطريق في نقطة دهر البيدر. تسقط الحكومة، تسقط الحكومة اليوم. سحب جواز سفر أصالة نصري في مطار بيروت. غارات أمريكية جديدة على داعش في سوريا ومقتل زعيم خراسان وأبرز قناصي النصرة. في الخاص: جنود المسيحيين في الأشرفية. من خطأ تماما أنه ما نطور عقلنا ونبقى كما نحن تجاه سوريا كأنه ما في داعش. الأردن يبرئ أبو قتادة. وفي النشرة: تورط سعودي في هجمات 11 من أيلول، اتهام أم ابتزاز؟ تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.